السلام عليكم، هنخدم معكم اليوم العقيدات. كيف كتلاحظوا هاد الشكل زوين ديال الكروجي؟ غنبدا الطريقه باش غنبدا. اولا راني حبكت كيف كتشوفوا، درت الحبيك، كندير كنشد الثوب مره، كندير السلسله فيها جوج، عاد كنشد ثاني في الثوب. المهم كنبقى غادا بحال هكا. غنبدا كيف كتلاحظوا، ها هي الخدمه معكم ثلاث عقيدات. غادي نخدم هنايا سلسله فيها ثلاثه، كنشد في هذا الراس هذا ديال هذا، مكنشدش في السلسله، كنشد في هذا الرويس هذا اللي هنا، كنشد بحال هكا، كندير السلسله فيها غير وحده. كنطول الخيط على الكوشي وكنرجع نخدم في هذه السلسله هذه اللي درت فيها ثلاثه العوينات. باغي نخدم واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كندير فيها سبعة، يبقى غادي عبارة واحد باش جوج عقيدات بحال بحال. تاني كناخد بحال هكا، كنخدم على سبعة، كنعاود نرجع كنشد في هاد البلاصة هنا، هاد السلسلة الأولى اللي خدمت فيها، كنشد بحال هكا، كنعاود نخدم تاني سلسلة أخرى فيها تلاتة، واحد جوج تلاتة. بالنسبة للحبيك أنا خدمته على نص سوقية، اما بالنسبه للعقد انا درت وقيه كامله. كيف كتلاحظوا هي وقيه كامله، اما الحبيب كنخدم غير بالنص ديال وقيه. المهم نكمل معاكم. من بعد ما درت ثلاثه في السلسله فيها ثلاثه دريبات، كنخدم ثاني في هذه البلاصه هذه. كيف كتلاحظوا هنا شفتوا هذه، من الافضل الكروشي يكون شويه، يكون نمرة 12، يعني نمرة 12 ولكن خا غليظ ماشي بحال هذا. عندي نمرة باش خدمت الحبيك، ها هو رقيق وهذا غليظ، كيكون شويه الراس ديالو غير باش يشد يحقش الخيط كتير. تنخدم سلسله وحده وكنعاود تاني نخدم في السلسله هذه، تنعمرها بسبعه. المهم الاولى نخدم الاولى، ثانية، ثالثة، تمنى يكون واضح. درت ثلاثة دابا، ها أربعة، خمسة، هاهي خمسة مخدمتهاش، هاهي ستة، وها سبعة. دابا غنجمع هاد العقدة هادي بنفس السلسلة اللي عمرت، بنفس السلسلة كنرجع غير كنجمعها بحال هكا. كيف كتلاحظو هما العقيدات. غادي نكمل الطريقة ديالي، نعاود تاني نكمل الشرح. كندير ثلاثة في السلسلة، كنشد في هاد البلاصة، تنشد هنا، تنكمل عادي، كندير سلسلة وحدة، وتنعاود تنعمر في السلسلة اللي خديت. كيف كتلاحظوا السلسلة هذه هي اللي كتشد لينا ما بين العقيدات، كاينة السلسلة كتبقى هنا ما بين العقيدات بحال هكا. كيف كتلاحظوا هاي هاي شتو، كل عقيدة وعقيدة ما بيناتهم سلسلة، هذه هي اللي كنخدم فيها. دابا غنعاود نعمر تاني في هاد السلسلة هادي، كيف كتلاحظوا هاي شتو، كنعاود نعمر بحال هكا، تنعمر تاني سبعة الأعيون، ها واحد، ها
ها زوج، ها ثلاثة، ها أربعة، خمسة. تنعمرو عادي. ستة، وهي السبعة. ديما كندير نفس العدد. انا هاد السبعة كنديرو حقاش كيجيو العقاد ما كبار ما صغار تيجيو مزيانين بحال هكا. هادي هي كيف كتلاحظو. تنعاود نفس الطريقة تاني، تنجمع العقدة نفس الطريقة. كنجمع العقدة كنجمعها في السلسلة نفسها. تنعاود نشد هاد السلسلة وكنمشي تاني كنخدم سلسلة أخرى. بعد ما درت ثلاثة في السلسلة ثلاثة، ما تخدموش في السلسلة حقاش غاتجيكم شوية كتخدمو في هادي باش يجيكم العبار هو هداك ما زيت ما ناقص. تنخدم هادي في السلسلة بحال هوك، كندير وحدة. دابا ملي كندير السلسلة هادي عاد فاش كنلقاو في الخدمة قادة كنعاود نعمر تاني في هاد السلسلة لي درنا. تنعمرو سبعة، ها واحد، ها زوج، ثلاثة، ها أربعة، خمسة، سبعة. هي سبعة. تنخدم دابا كنشد هنايا، نتمنى أن الشرح يكون واضح وباين. دائما السلسلة فيها ثلاثة وتنعمر بسبعة، هذه هي المهمة. كيف كتلاحظوا أنهم تيجو عقيدات يعني دير في قفطان جلابة اللي بغيتي. المهم تلاقاو من بعد غنوريكم كيفاش نجمعو يعني الطوق كيفاش نزيدوهم مع الجهة الأخرى. نتلاقاو دابا من بعد ما كملت هاد العقيدات غندير لكم هاد البركة. غنوريكم كيفاش انكم تلاقوه، كيفاش تلاقوه. غادي ديروا هذا، غادي تشدوا هاد بحال هكا كيف كتلاحظوا. انا غندير لكم غير نفس الثوب، ولكن تكون ملي غتدخلوا بحال هكا غادي تشدوا هاد العقد، غادي يجيو على برا لتحت. هنا كيف كتلاحظوا ها هي السلسلة، ها هي هي اللي غنشد فيها. هاي الطريقة غادي ندير السلسلة بحال هكا باش ميجيش مزير. غادي نشد في السلسلة، غادي نشد في السلسلة، في السلسلة مع السلسلة. كيف كتلاحظو هاهي السلسلة مع السلسلة. غادي نشد فيها بحال هكا وحدة، غنعاود ندير تاني واحد جوج، غادي نعاود نشد تاني ما بين هادي وهادي. ما زيروش السلسلة بزاف باش جينا عبار نيشان. نعود تاني جوج لي ريدو مزيرة شوية، ريدو مزيرة يدير ثلاثة. لي كي يعني كي يجمع الخدمة بزاف يدير ثلاثة. كنشد هاد تاني هنا، شفتو تلاحظو هادي السلسلة. يعني طريقة سهلة انك اولا يمكن لكم تخيطوها بالبرة. كندير وحده جوج وكنشد هاد السلسله هذه مع هذه اللي مقابله معها، ودائما كنعاود غادي وتنقد الثوب من التحت باش ما يجينيش جهه طويله وجهه قصيره. المهم انا هذا غير شنطي خدمته معكم، دابا نعاود نوريكم ان شاء الله شي خدمه.
بحال هكا كنكمل العمل ديالي، واحد جوج، كنشد في السلسلة اللي فيها التوب وكنشد في السلسلة اللي ما بين العقد، تنعاود تاني ناخد واحد جوج، كنخدم السلسلة في التوب والسلسلة اللي ما بين العقد حتى النهاية بحال هكا. صافي نقطع دابا باش نوريكم النتيجة النهائية. شو زوينين في جلابة في أي حاجة، هاهي النتيجة النهائية كيف كتلاحظو، هي هادي عقيدات تاع الكروشي كأنهم مخدومين عند خياط محترف. والسلام عليكم، ان شاء الله نخدم معكم واحد الموديل اخر ديال العقد ماشي بحال هذا.